دكتور وجيه عزام معانا مره تانية، مدير اللجنه المنظمه لبطوله العالم للناشئين لدراجات المضمار. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. مهم عندنا اولا مبروك على يعني تنظيم البطوله، ده نمره واحد. نمره اتنين، اهميه البطوله دي ايه يا دكتور؟ اولا بنشكرك على اهتمامك انت برياض الدراجات واهتمام القناه الاولى، شرف لينا. لكن اهميه البطوله دي مهمه جدا لرياض الدراجات في مصر، مهمه جدا لكل الرياضيين اللي بيحبوا الدراجات في مصر والوطن العربي وافريقيا. تعرف ان المضمار دوت كان تاريخه قديم، انه بدانا فيه من وانا رئيس اتحاد من سنه 1991، ثم الحمد لله فضل كفاح كبير الى ان ادفع الينا بفضل الله الرئيس عبد الفتاح السيسي واصدر تعليماته بالانتهاء مباشره من هذا المضمار، واحنا بنوجه له كل الشكر وكل التقدير، لان بفضل الله لولا قراراته ان هذا المضمار ينتهي في اسرع وقت ما كان هذا المضمار ينتهي. لكن نقول له شكرا جزيلا على هذه القرارات القويه اللي كانت سبب بفضل الله في ان هذا المضمار يصبح من يتحول من حلم الى حقيقه. الامر الثاني ان شرف لينا ان يرعى هذه البطوله هو سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرعى هذه البطوله الكبيره بالعدد الكبير. عشان اقول لك اهميتها ايه، ان 47 دوله في الدراجات يشتركوا في بطوله عالم في مصر، ده اكبر عدد لعدد مشاركين من الدول حصل من تاريخ هذه البطوله، يمكن اكثر من دول اوروبيه. رئيس الاتحاد الدولي نفسه اشاد بهذا وفوجئ بهذا الرقم، قال كان مبهور بالعدد. ثانيا مبهور جدا بحفل الافتتاح اللي شاركت فيه مجموعه من الشركات الوطنيه القويه، شركه تذكرتي وبرزنتيشن مع اللجنه المنظمه، مع كل المجهودات الكبيره اللي بيعملها مع الوزير اشرف صبحي. كلنا كنا مجموعه جميله، مجموعه موفقه بفضل الله. زي ما شفت الحفل أبر، كل الضيوف أبر، زملائي أعضاء الاتحاد الدولي. زي ما أنت عارف أنا نائب أول رئيس الاتحاد الدولي، كان ده له أكيد وجود مصر في الاتحاد الدولي كان له تأثير في إن إحنا نحظى بهذا التنظيم الكبير. زائد إن زي ما بقول لك أهميتها كبيرة جدا، لأن دي بتبقى علامة على قوة مصر سواء على المستوى العربي أو الإفريقي أو الدولي، علامة كبيرة إن مصر إن شاء الله دايما بتحظى بتنظيم البطولات العالميه القويه، بتدينا فرصه لان تعمل بطولات اكتر. ويمكن انا كنت في حديث وحوار مع رئيس الاتحاد الدولي ان احنا ناخد بطولات اكتر على مستوى العالم. فدي يعني جزء من اهميه ان يكون موجود هذا المضمار وهذه البطوله، بيدي حماس وتشجيع وبيعرف اللعبه لكل الرياضيين في مصر، وكل أبنائنا الشباب الجديد في مصر هيديهم فرصة يحبوا هذه الرياضة ويمارسوها، ومن خلال هذا الانتشار إن شاء الله نقدر نطلع أبطال على مستوى العالم إن شاء الله. يا دكتور أنا بشكرك جدا 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 جدا، وأنا الحقيقة سعيد فعلا بهذه المكالمة. كل الشكر لدكتور وجيه عزام مدير اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار.